تسمح حضرتك ناخد بعض الاتصالات. هنبدا بالاستاذ علاء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج ولضيف حضرتك الكريم. واحب اهني اسره البرنامج على 100 حلقه اللي تم تقديمهم، لان فعلا برنامج متميز جدا. ويمكن ضيف حضرتك يعني بصراحه النيابه الاداريه لها دور كبير جدا في محاربه الفساد. انا النهارده في مشكله عندي في قريه بكمده مركز بنا محافظه الاليوبيه. تقدمنا بشكوى للنيابه الاداريه رقمها 644 لسنة 2015. 463 لا 463 463 لسنة 2015 بخصوص تلوث مياه الشرب، لأن بخصوص تلوث مياه الشرب، لأن وقع تقرير جامعة بنها كانت حللت المية عندنا في قرية بكمدة وطلعت غير مطابقة للمواصفات، وفي قرية إبراهيم طلعت غير مطابقة للمواصفات. فإحنا النهاردة بنطالب الشركة إن هي تعمل موحدة معالجة على مياه الشرب، لأن طبعًا وبندفع الفواتير اللي هم بيقولوا عليها ملتزمين في السداد، فبالتالي هم ما بيقدموش لنا المية بصورة جيدة. دي حاجة. عايز أسأل ضيف حضرتك برضو، إحنا عندنا النهاردة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها ده معهد خاص تابع لجمعية أهلية، والجمعية الأهلية مش قادرة تصرف عليه، وما بقاش قادر يلبي احتياجات الموظفين ولا المرتبات ولا العلاوات ولا المكافآت. فإحنا النهاردة بنناشد من خلال البرنامج ان احنا نحول المعهد ده لكليه تابعه لجامعه بنها، لان هو اللي منشئه المعهد جمعيه اهليه وما هياش قادره تصرف على المعهد. والنهارده في امكانيات في المعهد، ودلوقتي حرصا على مستقبل الطلاب ومستقبل العاملين عايزين نحوله لكليه. عايز ضيف حضرتك يوضح لنا الاجراءات اللي نمشي فيها لتحويل الكليه. طيب اشكرك يا استاذ علاء، وخلينا تحياتي يا فندم. خلينا نبدا بس الاول بموضوع، مثلا ادي شكوى تم تقديمها بالفعل النيابه الاداريه، دي بنمشي فيها ازاي؟ الاجراءات بتعملوا فيها ايه؟ تمام، يعني هو لو قدمها للنيابه الاداريه اللي هي المختصه في الجهه اللي بيتكلم عنها دي، طبيعي ان بيتم استدعائه للتحقيق وسؤاله عن الشكوى تفصيلا، وبتباشر النيابه بقى التحقيق. يعني في واقعة زي دي مثلا على سبيل المثال وبيتكلم عن تلوث مياه الشرب، يبقى في لجنه فنيه متخصصه من جهه محايده هتتولى تحليل عينات لمياه الشرب عشان نوصل اذا كان الشكوى دي صحيحه ولا لا. اذا ثبت صحه الشكوى طبعا بيتم تحقيق مع المسؤولين عن الكلام ده ومحاسبتهم، ومش بس كده، بيتم اثناء التحقيق تكليف جهة الإدارة بإصلاح الخطأ ده، بحيث أن التحقيق لما يخلص بتكون تم تدارك الخطأ اللي موجود بتنقية أو تعقيم مياه الشرب، وفي نفس الوقت بيحاسب المسؤولين عن الواقعة دي. رائع. طيب الجزئية الثانية في سؤاله كانت بخصوص تحويل إجراءات تحويل المعهد إلى كلية تقريبا. تمام، يعني دي للأسف الشديد من خارج اختصاصنا، لأن دي إجراءات إدارية معنية بها الوزارة ذات الصلة. يعني لو بيتكلم في وزارة التعليم العالي أعتقد يرجع للمختصين هيفيدوه أكتر. تمام.